بسم الله الرحمن الرحيم، ربي لا مشرج بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، ما لاحظتوش انا هذين هذوما الناس كل تحكي على البترول، فوتنا السعودية والكويت والعراق من بعض تونس، قالك ما عادش تغرس البوتوات، خايف لا البترول يفيد علينا دنكو هكا دنكو ملي باش من النهضة سلمت الحكومة سوا ديزون حسب المعارضة اش تحب، اللي ولات تونس تعوم في البترول لسي قال لك تحفر بير حاول تيفيتي الناب نتاع البترول اللي في يخرج لك بترول في بلاصة ماء وتعوم وكذا والكونتراتوات وسوفي حكاية الكونتراتوات وتونس وفي وبريتش بتريول تاخذ في الواحد بلاش اي باهي، نعلم ان الشعب مازلنا ما فهمناش الحكايه هذه نتاع البترول ونتاع الواحد، بيشكو ظهر لي دومين غامض شويه بحكم تبي فرنسا عندهم دومين غامض غامض البترول، معناها الدومين هذا معناها تركه نتاع بورقيبه ونتاع زين عابدين. احنا في تونس توا النهضه والتوانسة والتأسيسي مازلنا ما كديناش دولة، ويطالبوا فينا نحلوا كونتراتوات مع شركات نتاع بترول، معناها هما شركات بترول يحكموا في الدول كيما في أمريكا يحكموا فيها بوش من عائلة بترول، فرنسا ألف وتوتال، العراق كلات العصار اللي ندخل خاطر بترول، الجزائر عايشة فقيرة خاطر بترول، الكويت عرفت نيغوسي نتاع الأمور نتاعها خاطر بترول. دونك البترول يحكم، احنا وقت كنا راقدين هكا معانا هكا معناها بورقيبة هكا عصفور سطح هكا يقدنا لايت هذاك كول ورقد وبلع فم. قريتكم قريتكم كيف اللي بتعدى فرحات عشيت ما قريناش ولا بنيوس ما قريناش ولا يشدنا وعداك ما نقراوش، شنو هو اللي نعمل وقت ما اختم نقراوش لا على البترول لا حتى شيء. دونك حكيت قرينا قرينا عهد فرنسا، حتى فرنسا وردنا منها ليسيات ليسيات قلقوه بناهم ليسيات، كنشوفوا المكاتب تاع تونس كلها تشوفوا اشطرهم مبنيين من عهد فرنسا. دونك كلام فارغ، انا جوست مش لازم ندخل في بوليتيك والاستوار، خاطر نشوف المكاتب كل مبنيه من عهد فرنسا. يا انا وتحقق الولايات زوز مكاتب مبنيين من عهد فرنسا. دونك فوالا لا اله الا الله محمد رسول الله. واش باهي الحكايه هذه نكزنا على البترول، الناس كل كي يجي يكلمك على البترول تقول انت وثورة البلاد ومليار دوات و2000 مليار دو عاش قداش في النهار ولا بالجمعه خارجين، اش بيه الموضوع هذا شحال وبرا يا سيدي الموضوع صحيح عندنا 2000 مليار وخارجين، هي كيفاش كونتراتويت هكاك مصحين مصحين تخرج جبل ملح مصح عليه المعمر الفرنساوي وبرقيبة وزين راقدين ما ممكن هو محطوطين هما فيجورون ما حلوش دانكو احنا نجيو ودا شنو ما يلزمها وقت نقدو الدولة ونيغوسيو ونقدمو شكاية ونشوفو الكونتراتو ونثبتوه ونشوفو الحكاية وبرا حتى كانوا فهمش يقعدوا فهم باش هضرهم في تونس من الدول البرانية. يا اخي شنو عندنا احنا باش نركزوا على الطاولة على جيش باسل ما نتفهمنا انا فيها الحكاية، حتى نعملوا تحالفات وكذا وكذا فما حاجات متحللة من بعد متولي قوي باش تتحالف عاد في الكور انت حتى شيء في الكل سورتو حاجات في البحر وحاجات في الواحد دونك ساتورن وتوردو سا مشاكل بتاتر اون فا لي ريغولوسي باش تحطوهم على الطاولة، فما بوليتيك كبيرة فما قوانين كبيرة انترناسيونال سيرتو على البترول، دانكو جبدنا تو كل واحد يجبد لي يخرج واو بحر وتونس والبترول ويفكوا فينا والسرقة تونس نجمو ولا لاباس عليهم. اسيدي ظهر بعد الثورات هذيا انه مهما بلاد اسلامية يخلوها ما يدخلوش فيها تولي ريفيرونس،
مصر باش بركه داخلين فيها بنوفرهم، ليبيا باش بركه داخلين فيها بنوفرهم وحاطينهم على قلبهم القذافي، تونس هذا شفنا، الجزائر هنا في بالنا، المغرب هنا في بالنا، الكويت بعيد واحد من الامريكان، صدام كان ستيل بورقيبه قاعد فهم وراك شيلهم على كرايمهم، العراق وهي وصعبها، معناها مهما بلاد مسلمه ما يدخلوش فيها ايدين اجنبيه والصهاينة تولي اللي مستنى دونك اوبليجي يلزم يعملوا كده. وانا شنو خدمتنا توا؟ اعطينا احنا على حاله، كنا راقدين ما فاهمين حتى شيء، التونسي كان يقوم يعمل يجي الباكيت شي غير ما يعرف حتى شيء. توا ولينا قمنا ونحبوا نجموا نعلم، التونسي كان يدخل المركز ياكل تريحه ويخرج، ما عنده شكون يشكي. توا يدخلوا يركزوا ويعرفوا قانون ويضرب ويطالب باش نصل الشيء هذا ويولي حق ويولي التونسي عنده قيمه وباسبورنا الاخضر كان يفوريا مشو لي يفا فالوار كيك شوز دي سي بو. هذا مو كل يجيو من بعد نحكوا في حكايات اخرين، نحكيو في بوليتيك ونشوفوا نتحركوا يزيكو بافونتاج. ما انا توا هذيك ناس كذابه يجبدوا على البترول كلهم كذابه سراق ما يحبوش تونس وثبتوا فيهم تتقاهم يا انفلونسي يسمعوا الفلوس لا يرعشوا فيسك الفلوس يا جماعة الجوش المعارضة الزبالة يهزوا يسبتوا ما هم خمجين قراش ميجيو شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.